الو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم. الزول في اللوان اليوم ان شاء الله. الوصفه تاع اليوم اللي هي حوت في الفوغ، عندنا بواسون لا دوغاد، نديروه في الفوغ. كيما راكم تشوفوا هنا عندي كونتيتي مليحه تاع الثوم، اللي هي يعني راس كومبلي تاع الثوم. نقيت الحوت بالطريقه اللي صورتها وتشوفوها معايا. نغسلوه مليح، نحيلو لي زابا ونقسموه بالموس كيما شفتوا في الصوره، ولا راح تشوفوا في الصوره. ونعملوا له دركا هاد الدرسه اللي هي فيها الثوم والملح والكمون، شويه تاع الفلفل الكحل والمعدنوس، نعصروا عليه القارص وزيت. انا نحب زيت الزيتون، تحبوا ديروا ويل دو تابلو ولا زيت المائده. المهم زيت الزيتون يمد لكم انكو هايل مانيفيك في البواسون. نخلط كامل هاد الدرسه، اللي يحب يزيد يدير شويه هريسه مثلا يقدر يدير الحار، وتخلطوها كامل ونعمروا بها الحوت تاعنا من الداخل في هذوك الفتحات. ونحطوا له كاس ماء اكيد باش ما يعني ما يتحرقناش، ونحطوه في الفوق. نفرشوا له الخضره اللي حبيناها، شويه بطاطا شويه تاع طومات كيما حبيتوا، هنا الامر يرجع لكم. ونحطوه في الفوق يطيب، لا دوغات ما تاخذناش وقت كبير. المهم كامل هاد الخطوات راني فهمتهم لكم، وحين تشوفوها في الصوره هكذا باش تخرج لنا لا فيديو يعني مليحه وما تجيش طويله. الوغ هنا هاني غطيت البواسون، دوكا كيما راهو شفتوه مغطي، ندخلو الفوق يطيب على 200 درجة، يحب النار قاوية. نحطوه او ميليو بيان سور، طون 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 نطلع عليه لما تشوفوه طاب تنحوه باش ياخذ هذيك التحميرة، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله نشوفوه واجد.